خلينا نتحول لموضوع تاني، التغير المناخي، ودي أزمة بتواجه كل المخلوقات على الكوكب مش بس بتواجه الإنسان. كان في دراسة مشتركة بين جامعة ثاوسن كروس في أستراليا ومعهد علم الحيوانات الفقرية وعلم الإنسان القديم في الصين، بتقول إن التغيرات المناخية والجفاف سبب انقراض أكبر قرد عاش على كوكب الأرض. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر حوالين الدراسة العلمية اللي قالتها منا دي مع دكتور محمد عادل، أستاذ الفيروسات والأمصال البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات. برحب بحضرتك، صباح الخير دكتور عادل. وبداية، إزاي شفت الدراسة دي؟ وهل التغيرات المناخية ممكن تغير مش بس في حياة البشر لكن في حياة كمان الحيوانات؟ نشوف حيوانات بتختفي أو بتنقرض من على ظهر الكوكب؟ صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على جميع السادة المشاهدين. طبعا التغيرات المناخية دي من الحاجات الأساسية اللي احنا العالم بيتداولها بقاله فترة، ومصر طبعا شهدت دورة المناخ اللي عملت في السنة اللي فاتت علشان موضوع المناخ والتغيرات المناخية وتأثيرها على العالم وعلى مصر نفسها. فاحنا خلينا نعرف مبدأ أساسي، إن أي تغير في المناخ يا إما ليه مردود سلبي يا إما ليه مردود إيجابي. صحيح. فطبعا المردود السلبي هو إن أي تغير مناخي أو أي تغير في المتطلبات بتاعة الكائن الحي بتؤدي إلى انقراضه إذا لم يهاجر هذا الكائن من هذا المكان ويجد مكان آخر يعيش فيه. فطبعا الفترة اللي احنا فيها بنشهد تغيرات مناخية شديدة جدا في أماكن متفرقة من العالم ومنها مصر، وبتؤدي إلى 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 اختفاء العديد من الكائنات الحية، وبالتالي عدم ظهورها مرة أخرى لأن احنا بنحافظ على كائنات الحية المهددة بالانقراض، وكذلك اختفاء النباتات مهمة جدا، كذلك اختفاء صعوبة تربية حيوانات معينة، صعوبة حياة معيشية لكائنات حية عديدة حتى على مستوى الإنسان. فإذا التغيرات المناخية بتؤثر تأثيرات شديدة جدا على جميع الكائنات الحية الموجودة في العالم. طيب، جيكانتوبيثيتس ده اسم القرد اللي انقرض او اللي بيضطر انه يغير نظامه الغذائي وتحول لاكل لحاق الاشجار بحيث ان هو يقدر يعيش ويأدابت يعني، او ان هو يتكيف. هل ده ممكن فعلا يأثر عليه وفعلا ممكن يؤدي الى انقراضه؟ طبعا بالنسبه للكائن الحي، ظروف اوافر المعيشه بتاعته سواء من غذاء او مناخ هي اللي بتؤدي لاستمرار حياته الطبيعيه واستمرار تناسله واستمرار وجوده على مستوى على على على, على مستوى البسيطه يعني. ولكن طبعا اختفاء مصدر طعامه وغذائه والحياه سواء من درجه الحراره، هو مثلا كائن حي بيحب الحراره المعتدله، فجاه الحراره بقت شديده جدا عليه، سواء الحراره بقت شديده البرود عليه، وبالتالي هي بتؤدي الى اختفائه بنوع من انواع الاختفاء التاثير على وجوده في المكان على مستوى السنين، يبتدي هو يختفي تدريجيا، واللي هي ان احنا بنسميها مستوى الانقراض. لذلك بتلجا جميع يعني العديد من الجمعيات اللي بتحمي الحيوانات ضد الانقراض ان هي تحاول تحافظ على الكائنات ديت بحيث ان هي توفر لها سبل المعيشه بحيث ان هي تحميها من تهديد الانقراض. جميل. طب دكتور عادل، يعني من نتائج الدراسه انها اكدت انه في بعض الانواع الاصغر حجما من القرده مثلا كانت قادره على التكيف البيئي، قادره من خلال تسلق الاشجار انها تبحث عن طعام جديد، انها يعني تحاول ان تعيش، او فكره البقاء عندها غريزه البقاء اكبر واقوى. هل حجم الحيوان هنا بيختلف في التعامل مع التغيرات المناخيه؟ اذا كان حجم الحيوان اصغر وقادر على التكيف يمكن ان يواجه هذه التغيرات المناخيه، نقدر نقول كده؟ لا خالص خالص خالص، لان كل كائن على حسب حجمه ليه متطلبات معينه في الحياه. إذا كان هو بيقدر يتكيف فهو بنسميها السيرفايفل، أو إن هو بيحاول إن هو يقاوم التغير المناخي دوت على أساس إن هو يقدر يعيش. ولكن كل ما تختفي يختفي سبيل من سبل الحياة اللي بتؤدي لحياته أو ما بتؤديش لانقراضه، يبتدي إن هو واحدة واحدة يبتدي يختفي من المكان اللي هو فيه، يا إما هو يدور على مكان آخر أو يهاجر من مكانه إلى مكان آخر
يحاول ان هو يعيش فيه، يغير اكله، مستوى اكله، درجه الحراره زادت فاكل معين من اكله اختفى، يبتدي يغير مستوى اكله لحد ما مستوى الاكل ده ما يبقاش كافي ليه كمستوى معيشي، يبتدي برضه ان هو ينقرض، يبتدي يروح مكان تاني المناخ فيه افضل شويه، يلاقي حد ما يوصل لمكان مش عارف يروح فين ويبتدي برضه ان هو ينقرض، وهكذا. وعلى مستوى بقى الحشرات وعلى مستوى القرود وعلى مستوى الحيوانات الصغيره متوسطه الحجم كبيره الحجم، جميع انواع الديناصورات اختفت ليه برضه بسبب تغير مناخي. صحيح. يعني حضرتك فهي الكائن الوحيد اللي قادر يتكيف في الوقت الحالي او قادر ان هو يتكيف على مستوى العالم هو الانسان. الانسان. طيب. هو اللي بيحاول يتكيف على مستوى الكره الارضيه بقدر الامكان علشان ان هو يقدر يعيش او يقدر غريزه البقاء في اعلى الكائنات، هي بتعتمد على الفكر. الفكر بتاع البني كل ما زاد مستوى الذكاء كل مستوى ازداد مستوى التكيف البيئي والقدره على المعيشه او السرفايفر ريت بيزي. طيب الدراسه ما ذكرتش فقط الجيكانتوبيثايكس كقرد او الاكبر القرده، الدراسه اتكلمت كمان عن انواع مختلفه، الغوريلا، شمبانزي، البونوبو، انسان الغاب، كل دي تم ذكرها. انا عايز اعرف الدراسه كانت مختصه فقط بفصيله القرود ولا كانت بتتكلم عن التغيرات المناخيه وتاثيرها على مختلف الحيوانات اللي موجوده؟ إلا هي 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 اختص على مستوى القرود فقط وانواع معينه من القرود اللي هي فعلا ابتدوا ان هم ما يجدوهاش وابتدوا ان هي لقوها انها فعلا بتختفي، ولكن هو تحت كونسبت واحد هو تاثير التغيرات المناخيه على القرود ديت، وبالتالي بيحذروا وبيقولوا ان خدوا بالكم ان التغيرات المناخيه زي ما اثرت في انواع نادره من القرود الموجوده في العالم ستؤثر برضه بالسلب ايضا بالسلب على كائنات اخرى عديده موجوده على مستوى الكره الارضيه. فدي كان هدف الدراسه، دراسه تحت ستيريه انه احنا التغيرات المناخيه تاثيرها السلبي على التهديد بالانقراض على الكائنات الحيه وبالذات القرود. يعني هم كانت القرود هو كانت اهم حاجه او الحاجه الملموسه اللي في ايديهم اللي هم قدروا يعملوا عليها الدراسه. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور محمد عادل أستاذ الفيروسات والأمصال البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات، شكرا جزيلا لحضرتك.